لو الحكاية فيها إن فيديو إن شاء الله هيكون فعاليات في مدينة السلام شرم الشيخ من 22 ل 30 نوفمبر المقبل إن شاء الله، وكلكم إن شاء الله مدعوين أن تشرفونا تغطوا هذا الحدث. لا معايا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا بشكر جميع الحضور سيدات وسادة. بأمانة أنا سعيد جدا جدا في اللحظة دي إن في ناس مهتمة بالفنون التشكيلية وبالمهرجانات اللي هي ذات طابع خاص بعيد عن الصندوق أو أي مؤسسات حكومية، لأن إحنا دورنا بنساعد ودورهم إن هم يدعمونا. وبشكركم مرة تانية، وأنا بشكر الدكتور أحمد عبد الكريم، هو أستاذي من وأنا كنت طالب، وهو أستاذ في كلية التربية الفنية ورائد في التنشيط الثقافي في مصر. بشكر المستشار الإعلامي الأستاذ جيلاني كساب على جهوده القوية جدا في تجميع عدد كبير جدا من الصحفيين المحترمين المهتمين بمصر وحب مصر. المهرجان انا اتكلم على أستراكا كمعنى، كتير قوي ما يعرفوش معنى كلمة أستراكا. أستراكا ده اسم فرعوني مصري اصيل قديم معناه سكتش، يعني يوازي دلوقتي سكتش. كان الفنان الفرعوني يرسم عشان يرسم معبد او حاجة، فكان يعمل الكروكي ده اللي هو السكتش حاليا. المهرجان اللي جاي الدورة الخمستاشر، بدأنا اول مهرجان سنة 2007 في شرم الشيخ، وكان مهرجان عربي مصري، وبعدين واحدة واحدة المهرجان تطور بقى دولي، وبعدين بقى مهرجان عربي تركي ونسخة في تركيا ونسخة في مصر، وبعدين خد الصيغة الدولية، أكتر من 40 دولة كل سنة بتشارك. السنة الجاية الشهر 11 الجاي ده هو أكبر مهرجان لأستراكا، هيبقى 100 فنان مشارك فيه، بعد ما كان 70 وصلوا ل 100. في حاجة لا اللي في شرم هيبقى 100 وممكن يزيد اكتر، بس احنا مش عايزين، هو 100 كويس قوي. ده هيبقى اكبر تجمع فني تشكيلي في العالم، وبالجهود الشخصيه والذاتيه وبتبرعات الفنانين انفسهم ومبادراتهم لحجز اوض والحاجات دي. المهرجان اللي جاي دور حضراتكم ان هو يعني التغطية تكون عالية جدا ليه، ان هو بيجي في وقت مصر فيها محتاجة جهود كل الناس، نقدم صورة كويسة بره. يعني انا على سبيل المثال لما بطلع مثلا تركيا او اي بلد تانية، اول حاجة انت منين؟ من مصر. انت عندكم قتل وموت وبتاع، فالاعلام موصل صورة ان احنا سوريا واسخن من سوريا كمان. للأسف يعني ما اعرفش العيب فين، يعني القصور فين، بس عن طريق المهرجانات دي بقى بنوصل صورة أجمل وأجمل لمصر. يعني الوقت اللي كان فيه شارع محمد محمود بيبقى مولع نار وضرب وناس بتولع في الشوارع، كان في نفس التوقيت ده كان في مهرجان أستراكا في شرم الشيخ، بين الصورة عكس كده تماما. الأجانب الفنانين الأجانب المتواجدين بينقلوا صورهم على الفيسبوك والحاجات دي، فكان دور كويس للمهرجان. فأنا بتمنى من ربنا إن شاء الله إن المهرجان ينجح السنة الشهر 11، وطبعا نشوفكم إن شاء الله هناك تغطوا الموضوع صوت وصورة إن شاء الله. وبشكركم للمرة الثانية. أستاذ جيلاني شكرا. الحقيقة طبعا إحنا عشان كتير مننا كزملاء صحفيين مش متخصصين قوي في الفن التشكيلي، أو بعض مننا متخصصين، لكن الحقيقة احنا هناخد الدكتور احمد عبد الكريم هيدينا كده نبذة سريعة عن دور الفن التشكيلي في تنشيط السياحة الثقافية في مصر، لكن هو ده اللي يهمنا في الفترة اللي جاية، والثقافة المصرية بالنسبة وخلفياتها عن الفن التشكيلي بالنسبة للدول العالمية. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا النهاردة سعادتي بالغة ان يكون في كم الكبير من زمايلنا الفنانين والاعلاميين اللي جايين يغطوا مهرجان أستراكا. لازم بيحصل دايما عندنا استرس، زي ما يكون ما فيش في الرياضه غير كره القدم، ما فيش في الفن غير ام كلثوم. طبعا لا غبار، هي وكل الجيل القديم اللي احنا لغايه دلوقتي بنستمتع بيهم. ما فيش في الفن غير السينما. الفن التشكيلي ده يجي حتى ترتيبه في الاخر، ولما عملوا مستقبل الفن في مصر او ما دعوش فنانين التشكيلي، لما يقوم بدوت جمعيه خاصه او هيئه زي أستراكا
دوت بيدي رد فعل المفروض يكون عند الحكومه، ان ازاي مجموعه من الفنانين الشبان قدروا يعملوا الاستراقه دي، وبيعملوا كام الجوله ال 15 من الفنون التشكيليه على مستوى العالم او على المستوى الاقليمي في الشرق الاوسط. استراقه انا حضرت فيها اكتر من مهرجان بيتقوم بدور تثقيفي عن مصر مره وعن الفنانين مره، وبيحصل تبادل ثقافي بين الفنانين وبين نفسهم. على سبيل المثال لما يكون في قاعه مرسم كبير فيه حوالي 50 فنان من مستوى على مستوى الشرق الاوسط من تركيا ومن البانيا ومن ايطاليا ومن مصر والسعوديه والكويت والعراق وسوريا، اكن في اجتماع لفناني الاقليم او المكان الاقليمي اللي بيجمعنا في الشرق الاوسط، وكلنا بنتبادل الاراء والثقافات والتقنيات والاتجاهات والمفاهيم والرؤى الثقافيه في حوالي 10 ايام. بيطلع فيه 15 أو 20 فكرة جديدة في هذا المؤتمر أو في هذا السمبوزيوم أو الملتقى الثقافي اللي احنا بنعمله عن طريق الرسم أو النحت أو التصوير أو غير ذلك. اللي بتعمله استراقة فشلت فيه وزارة الثقافة، وأنا مسؤول عن الكلام ده. اللي بتعمله استراقة وغيرها من الجمعيات الخاصة في عمل ملتقيات فنية فشلت فيه وزارة الثقافة. ولا لا مش هنكمل، احنا شغالين، احنا بنشتغل عشان نقول ان الفن التشكيلي ليه دور حضاري، احنا بلد فن التشكيلي، احنا كذا، مش هنقعد نغني بقى بالتاريخ الماضي، لا احنا عايزين نعمل نصنع تاريخ المستقبل. نصنع تاريخ المستقبل ان احنا نسيب الانتاج بتاعنا الحديث هيكمل الحلقة الوصل بيننا وبين الفترات اللي فاتت. لما يكون عندي بيجي 40 فنان في شرم الشيخ وبيسيبوا 40 عمل فني لاستراقة، ده تاريخ يكتب ويصور ويرسم في ذاكرة الوطن. لما يكون في 40 جدارية بتترسم في شرم الشيخ في فترة من الفترات اللي قبل كده ومتسامين لغاية دلوقتي، ده حاجة إيجابية موجودة في الحركة التشكيلية المصرية. بعلاقتي بوزارة الثقافة إن هم يقدروا يعملوا أدي ده 10 مرات، لكن الروتين الروتين الروتين. وأديكم مثال على فشل وزارة الثقافة. طبعا انا لا من المعارضه ولا من الاخوان ولا من اي حاجه، انا فنان تشكيلي فقط لا غير. احنا بنصدر الرز وبنصدر القمح وبنصدر الموكيت وبنصدر السيراميك، مش عارفين نصدر الفن التشكيلي. لكن جت مؤسسه زي اللي بتعمل في دبي بتاخد اعمال الفنانين بتوعنا، لوحه محمود سعيد 60% بتوقيع محمود سعيد، اغلى لوحه اتباعت في الشرق الاوسط بمليون دولار. ليه ما عملتش وزارة الثقافة الموضوع ده؟ سؤال. السؤال الثاني، مش انا كلمت الدكتور صابر عرب وكلمت الدكتور ابو شادي اللي قبليه وكلمت الدكتور احمد نوار بعلاقتي الشخصية بيهم عشان نعمل سوق للفن التشكيلي في مصر؟ بدل ما الاعمال بتاعتنا بتتسرق وبتتباع بره، احنا نبيعها زي ما اشترينا الحاجات الموجودة في المتاحف، احنا نبيعها ونبيعها وتاخد كل واحد ياخد نصيبه من السلعه اللي بتتباع دي. ما الفن التشكيلي لما تحول لسلعه، سلعه ثقافيه متقدمه ومتحضره، لما تطلع روحها من عندنا تروح الجراند باليه ولا تروح في اي مكان على مستوى العالم، هي سلعه ثقافيه. ازاي نقدر نصدر الرز والسيراميك ومش عارفين نصدر الفن التشكيلي؟ يقول لك لا ده في مشكله بين وزاره الماليه عشان الضرائب وبين وزاره الثقافه. الاثنين وزراء دول مش قاعدين في وزاره الثقافه، مش قاعدين في مجلس الوزراء. لما اتنين وزراء يقعدوا يحلوا المشكله المعضله اللي بقالي 20 سنه بنادي بيها، كيف نصدر الفن التشكيلي مثل اي سلعه من السلع اللي بنصدرها؟ ده فشل وزاره الثقافه. ولما بقول فشل انا مش ضدهم، انا نفسي يلاقوا حل وممكن يلاقوا حل، لكن مين اللي عنده حميه من جوه وطنيه تحت اسم تحيا مصر يقدر يزال كل العقبات دي؟ استراقه بتعمل كده بطريقه غير مباشره. لما فنانين، لما رحنا كونيا في جامعه كوتو كوتراي يونيفرستي وكان معايا 4 فنانين مصريين وسيبنا 4 أعمال، العمل لا يقل عن 2 متر 72 سنتي في جامعة كوتو كوتاري يونيفرسيتي، دي سلعة واسم مصر يفضل في الجامعة دي لأنه موجود عليها توقيع فلان الفلاني من مصر، وهم عاملين لوجو زي الفل هناك للموضوع ده. لما أروح تاشقند وأسيب لوحة هناك، لما أروح أوزبكستان وأسيب لوحة هناك، لما بروح أي حتة وبسيب لوحة هناك، أنا بصدر فني تشكيلي لمصر. احنا ليه مش عارفين نعمل ده؟ استراقه بتعمل الموضوع ده وبطريقه لا بتاخد فلوس ولا بتدي فلوس، بنسيب اعمالنا هناك نتيجه كل المصاريف اللي بيصرفوها دي. انا سافرت واتعلمت وزرت وشفت، عمر وزاره الثقافه ما عملت كده. اتمنى ان الوزارات كلها، مش وزاره الثقافه بس، والوزارات المعنيه بالقيمه التشكيليه للحركه التشكيليه المصريه، ده كمان احنا عندنا فنانين،
احنا مش ما عندناش فنانين، عندنا فنانين عالميين، وعندنا في فنان الدكتور الدكتور نجدي، عمر النجدي، في قاعه خاصه في فرنسا، وكان قبل منه ادم حنين. القاعات الخاصه بتاخد الفنانين المصريين بتحلبهم، بتاخد اعمالهم بارخص الاثمان، يبيعوها باغلى الاثمان. دي وزاره الثقافه ما تعملش كده، وسهل، وعندهم كل الامكانيات، وعندهم الموظفين اللي قاعدين ما بيعملوش اي حاجه ممكن يعملوا الموضوع ده. انا اتمنى الدعم الكامل لأسراقة من كل الجهات المعنية برفع القيمة الجمالية في مصر، وإحنا دلوقتي في عصر جديد بنتمنى الرخاء، وبنتمنى يعني أول ناس راحوا وزاروا قناة السويس بعد الاحتفال كانت هي جمعية أسراقة، ما عملتهاش وزارة الثقافة. أول ناس راحوا يشاركوا الناس اللي بتحفر وبتبني وبتعمل كان جماعة أسراقة، وزارة الثقافة ما عملتش كده. لسه بقى الروتين ولسه التصريح ولسه هو بصراحة محمد شغال بطريقة اندفاعية وجمالية جريئة في نفس الوقت، وفي نفس الوقت ده بيدي له كريدت ان هو شغال بدون اي هدف غير ان هو عايز يعمل تحريك للمياه الراكدة للحركة التشكيلية المصرية عن طريق الجمعيات دي. ومش جمعيات بس محمد اللي شغالة، كل الجمعيات الاهلية القاهرة.